الليلة في حوار الدار. الأمن له عدة أوجه، من ضمنها الأمن الغذائي، توفير الغذاء لجميع المواطنين والمقيمين في كل الأوقات. سلعة استراتيجية مثل السكر كان سعرها عام 2003 أقل من 10,000 دولار للطن. من أوائل الدول اللي بدينا نفكر في إنشاء كيان مستقل للأمن الغذائي. متى بدأت الإمارات تهتم بموضوع الأمن الغذائي؟ في أول مرة بتجد في دولة الإمارات الأغنام بترعى، قاعدة بتسرح وبتأكل ومبسوطة. كيف ممكن لصاحب مزرعة أو أرض زراعية أن يساهم في الأمن الغذائي؟ بدينا نلاحظ، بدينا نفقد المخزون المائي اللي موجود عندنا. هل تهدد الفورة العمرانية وصناعية المخزون المائي في الإمارات؟ لا خوف على أمننا الغذائي في ظل القيادة الرشيدة والرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حوار الدار. الأمن له عدة أوجه، من ضمنها الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الثروة الحيوانية وغير ذلك. فالقيادة الرشيدة لم تدخر جهدا في توفير كافة الاستراتيجيات ووضع الأموال والدراسات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لراحة من يقيم على هذه الأرض الطيبة أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين. نشوف هالتقرير ونواصل بعده حوار الدار، وعنوان الحلقة الأمن الغذائي. لأنها بلد آمن، بهذه العبارة يبرر دائما المقبلون للاستثمار أو العيش أو الزيارة لدولة الإمارات اختيارهم لهذه الوجهة التي أصبحت الأولى على قوائم السفر للكثير ممن ينوون العزم على ركوب الطائرة. ومع تطور مفهوم كلمة الأمن وتوسع رقعة المخاطر نظراً لطبيعة الحياة الحديثة، ظهرت مصطلحات أخرى مثل أمن المعلومات، الأمن المائي، الأمن الإلكتروني، وبالطبع الأمن الغذائي. أولت الدولة اهتماماً استثنائياً بهذا الملف مع إصدار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرار إنشاء مركز الأمن الغذائي في أبوظبي، والذي أصبح المظلة الرسمية لشؤون الأمن الغذائي في الإمارة، وأنيطت به العديد من المهام، من أهمها الإشراف على المخزون الاستراتيجي والسلع الاستراتيجية ومراقبة أسواق الغذاء العالمية المتذبذبة، حيث أن تقلبات أسعار الغذاء عالمياً قد تفتح المجال لحدوث ارتفاعات في الأسعار ما لم تتم مراقبتها أو التعامل معها. فمثلاً، سلعة استراتيجية مثل السكر كان سعرها عام 2003 أقل من 10,000 دولار للطن، بينما ارتفع المبلغ إلى حوالي 40,000 دولار للطن في العام الماضي. الإشراف على المشاريع الموازية تشكل أحد أهم الضمانات لكبح ارتفاع الأسعار، وهي أحد أهم مهام مركز الأمن الغذائي. تنظر الدولة لمفهوم الأمن بشموليته، ومن ضمن أحد أهم أسسه الأمن الغذائي، فكيف ينظر المواطن لهذا الملف وما هو مقدار مساهمته فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم حوار الدار. نستضيف اليوم في هذه الحلقة سعادة خليفة أحمد العلي، العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي. يا مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بك طويل العمر، حياك الله. الله شرفنا. أستاذ خليفة، شفت معنا هذا التقرير اللي فيه الكثير من الإحصاءات وفيه الكثير من الأرقام اللي تشير إلى أهمية الأمن الغذائي وتفاصيل هذا الموضوع، اللي في الحقيقة هو هاجس كثير من الدول التي تطمح لتأمين الغذاء لشعوبها. معنى كلمة الأمن الغذائي، هناك خلط بين كلمة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، لو توضح لنا الصورة الله يسلمك. سؤال جيد. هو في فرق هو بين السلامة الغذائية والأمن الغذائي. السلامة الغذائية هي جزء من الأمن الغذائي،
اليوم ممكن تكون المادة الغذائية موجودة متوفرة لكن غير صالحة، ففي الحالة هي غير موجودة تعتبر. فالسلامة الغذائية تخدم المظلة الرئيسية اللي هي الأمن الغذائي. نعم، مفهوم الأمن الغذائي، احنا في مفهوم عالمي موجود للأمن الغذائي، لكن باختصار جينا احنا وطورنا مفهومنا، الديفينيشن اللي موجود او التعريف اللي موجود عندنا في دولة الإمارات، اللي هو توفير الغذاء لجميع المواطنين والمقيمين في كل الأوقات مع قدرتهم على الشراء. نعم، هذا هو باختصار يعني مفهوم الأمن الغذائي في دولة الإمارات. الجمهور الموجود معنا هنا في الاستوديو له حق علينا، يبون يسألون، خلنا نسمع أسئلتهم وبالتالي بتجيب على أسئلتهم ونواصل حديثنا. من متى بدأت الإمارات تهتم بموضوع الأمن الغذائي؟ شكرا لك، تفضل أستاذ. احنا الأمن الغذائي اليوم بدأ قديما، لكن ممكن نتكلم عن 50 أو 40 سنة اللي فاتت. اليوم حفر الأفلاج في العين هذا كان بهدف توفير الغذاء، بهدف الزراعة ومن ثم توفير الغذاء. بناء السدود هذا بهدف توفير المياه للزراعة، برنامج الرز أو برنامج العيش اللي احنا نسميه. نعم، مش من 4-5 سنوات، هاي 4-5 سنوات مش فقط الرز، كل الأسعار ارتفعت. هذه كانت بالنسبة ظاهرة في العالم كله. كان في نظرية أن الدول الغنية في الثروات الطبيعية تغذي الدول الفقيرة، فهذا كان المصطلح، أن احنا كدول فقيرة نوعا ما في الأراضي، فقيرة نوعا ما في مياه الأمطار، في التربة، نستورد من الخارج ونشتري. وهذا وهذا كان مفهوم من السبعينات، أو بالأصح من سنة 72 و 71. المفهوم بدأ يتغير، هذه الدول بدأت تحتاج الكميات هذه لشعوبها، فبدأ العالم يعتمد على المزارع الصغيرة، يسمونها السمول سكيل فارمينج، بدأ المزارع الصغير هو يغذي. بدأت تختلف النظريات، فنتيجة لهذا في سنة 2007-2008 استوى ارتفاع كبير في الأسعار، وخلى العالم كلها تبدأ تلتفت كيف نوفر الغذاء لشعوبنا.